السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نتمناكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير بدايه اسبوع موفقه للجميع من بين التحضيرات اللي غادي نحتاجوها ان شاء الله للشهر الفضيل زميته او سلو او تقاوت كل واحد واش كيسميهم غادي نشوفوا معايا طريقتي في تحضير الزميته غنيه بالمكسرات بالحبوب الصحيه لاول مره غادي تصايب الزميته شوفوا طريقتي اللي سهله وبسيطه للاخوات المبتدئات او اي اخت ما عمرها ما جربتها غادي نشوفوها معايا بالقمح يعني بالقمح مقلي حبات ديال القمح مقلي يلا نبداو على بركة الله وما تنسونيش فضلا أخواتي من شجاعتي ديالكم الله يجزيكم بخير بالنسبة لهاد الزميتة بدون سكر بدون زبدة يعني ما فيها لا سكر لا زبدة وغادي نشوفوا معايا بديل السكر اللي هو يا صحي ما غاديش نقول لكم العسل غادي نشوفوا معايا هاد المكون اللي غادي نخدموا به الزميتة أول مرة بالنسبة لي على القناة غادي نخلط الزميتة بهاد المكون هذا بالنسبه للمكونات كيف كتشوفوا معايا هنايا حبات ديال ماشي الدقيق القمح ماشي دقيق القمح الكامل حبات ديال القمح القمح اللي كيكون مغسل مغسول عفوا ومنشف ثلاثة كيلو عندي ديال الزرع اللي هو مغسول ومنقي وعندي هنايا بالنسبه للزنجلان كيلو ونص ديال الزنجلان عندي كيلو ونص ديال اللوز وعندي كيلو ديال الكاوكاو البلدي هذا اللي كيكون بالقشيرات ديالو الصغور البلدي وبطبيعه الحال عندي حتى الزنجلان بلدي وعندي اللوز بلدي هنا عندي حبوب ايلان هادو ايلان او الحبوب ديال ايلان عندي رابعه ديال ايلان او 250 غرام بالنسبه للحبوب اللي غادي نسمو بهم هاد الزميته أو هاد التقاوت عندي النافع وعندي حبه حلاوه وعندي النافع البستاني كيكونوا منقيين ما كنغسلهمش كننقيهم وكنمسحهم بواحد المنيدل اولا واحد سريبيتا القمح كيف كتشوفوا معايا الحبات ديال القمح ماشي فارينة هذا القمح القمح البلدي اللي كتكون الحبه ديالو طويله كنكونوا مغسلين غاسلينو عفوا ومخليه حتى كينشف مزيان وكنقيوه نبداو في التحضيرات ديال هاد الزميته اولا ديال هاد السلو عندي كيلو ونص ديال اللوز بالنسبه للكيلو الاول غادي نرشو بحال هكايا بالماء وكنبدا نمسح فيه لانني غادي نحتاجو بالقشره ديالو بالقشور ديالو بهاد الطريقه هذه كنحاول انني نرشو بشويه ديال الماء وكنبقى نمسح فيه باش تحيد منو ديك الغبره اللي كتكون فيه وعندي واحد الكميه خليتها على جنب يعني من داك كيلو ونص كنقص واحد الكميه اللي غادي نفسخها ونقليوها في زيت بارده غادي تبقى اه كنهربشوها في الاخير او كان وضعوها حتى هي في الاخير هكا كنبقى نقي في دوك الحبات ديال اللوز وفيما كانت عندنا شي حاجه اللي ماشي هي كان كنحيدها بالنسبه للوز اللي كيكون كي مقشوره فاش كندخلوه للفران يتحمر كيعطي واحد المذاق اللي هو زوين للصفوف انا شخصيا دائما في الوصفات السابقه ديال سلو او للسفوف اللي كاين في القناه كلهم كنخدمهم بهذه الطريقه دائما اللوز ما كنفسخوش يعني الكميه الكبيره كنحمرها في الفرن شوفوا معيش كي يحيد منه ديك الغبرة اللي كتكون فيه وغادي نستفوه بهاد الطريقة وغادي ندخلو الفران اللي كيكون سخون مشعل عليه وكنبقى نقلبو فيه او لكن فيه حتى كيتحمر ما يتحرق شردو البال راه فرق كبير اخواتي ان الحاجة تحمر مزيان في القياس والحاجة اللي كتحرق ملي كتحرق كتعطينا المرورة وهنايا يعني عندي الكوكو حتى هو بنفس الطريقة غادي ندخلو الفران هنايا غادي ندوز يعني الباقي المكونات اللي غادي نحمرهم في الدغط أو لا في طنجره الضغط اولا في الكوكوط هنا القمح كنبدا به هو الاول كنبدا نحمر فيه في طنجره ديال الضغط وعلى عافيه اللي كتكون مهيله ما كنبعدوش منه يدينا يد, يد التحرك. كان كنبقاو نقلبوا فيه حتى كنحصل على واحد القمح اللي كيكون مقلي وكنبقاو ندوقوه بين سنان ديالنا كيبقى يطرطق وهو ملي كيبدا يتقلى اولا كيبدا يدخلوا الطياب كيبدا يطرطق كنحيدوه وغادي ندوز للزنجلان حتى هويا بنفس الطريقه كنبقى غدا مره مره كنقلب فيه كتعرفوا ان الطنجره كتشد الصهد حتى هي كتبقاو تقلبوا فيها بهذه الطريقه اولا بهذه الحركه اللي شفتوا معايا دابا الوقيته هي ديال هاد ل... يعني هاد التحضيرات ديال السفوف او السلو جربوا هاد الطريقه خواتاتي والله ما تندموا عليها لانه لذيذ بصراحه وبدون دقيق رطب ما فيه لا دقيق رطب ما فيه لا آه سكر ما فيهش الزبده وهنا عندي حبوب ايلان كنبقاو غاديين بالترتيب وانا غدا كنحمر في كل حاجه على حيده وبالنسبه للخرطال شفتوه معايا في المكونات ما قلتش الكميه عندي نص كيلو ديال الخرطال او لا الشوفان هو هذا هنا ضفت الكميه كبيره ولكن غادي نقص منها باش هكا يتحمر وياخذ القياس ديالو يعني غادي نحاول نقص منه عاود جاني هنا في الطنجره كميه كبيره باش كل وريقات ديال الخرطال ياخذوا حقهم كيف كنقولوا في التحمار بالنسبه للنار راني ناقصاها على اقل درجه يعني مهيله مهيله بزاف بالنسبه للخرطال فاش كتحمروا حاولوا انكم تخليوه حتى كيبرد وغربلوه لان دوك الفتيتات الرقوقين كيوليو شويه بحال الا محروقين كنغربلو باش يبقاو لي غير دوك الوريقات اللي عندهم لون واحد ها نتوما شفتوا معايا الكميه اللي حيت واي حاجه كنكون كنحمرها ما كنغفلوش عليها حتى كتاخد واحد اللون اللي هو يا مذهب الخرطال كياخذ كي لينا واحد اللون اللي حتى كيف شفتوا معايا مذهب ودائما اي كميه ما كلها كتبقاو شويه بشويه حتى كتسالوا ولا كتساليوا الكميه اللي عندكم كامله وبهذه الحركه لانها كتوزع لينا الطنجره الحر بشكل متساوي يعني كتوزع علينا الحراره بشكل اللي أزين زوين غادي ناخذ واحد المنديل كيف كتشوفوا معايا كنحطوه في واحد الصينيه أو لا بالنسبه للاخوات اللي عندهم طبق ضروري من هذا المنديل ضروري لاننا غادي نجمعوا فيه كاع المكونات وكيبقاو شادين السخونيه مع بعضياتهم وكنبداو باول حاجه قليناها كنحطوها وكنبقاو غاديين بالتساوي هنا بالنسبه للحبوب النافع وحبه حلاوه والنافع البستاني تقريبا واحد نص كاس من كل حاجه في 3 كيلو ديال القمح او لا ديال الزرع وبالنسبه للنافع وحبه حلاوه كندوزهم غير في الصهده ديال الطنجره يعني اي حاجه حمرتها من هذه المكونات كنشد النافع كان كنديرو في الطنجره وهي غير دافيه ما كنحطهاش على البوطه نهائيا يعني غير كنحاولوا ندوزو فيهم في ديك الحراره ديال الطنجره ما تحمروهمش ضفت الخرطال ضفت ايلان ضفت ثلاثه ديال الحبات ديال المسكه الحره اولا اربعه الحبات ثلاثه ديال ديال القرفه وغادي نجمع هذا الشيء كامل كيف كتشوفوا معايا وغادي نديه للطاحونه يعني الطاحونه البلديه اللي كنطحنوا فيها الزرع بالنسبه لللوز وكاوكاو والزنجلان اللي تحمروا كنديهم للطاحونه اولا اللي كيطحن لينا هاد ها راكم عارفين دابا هاد الالات راهم متوفرين كنديهم يطحنهم ليا حتى كيطلقوا الزيوت ديالهم يعني ديك الرزيمه باش تفهموني خواتاتي دوك الرزيمه اللي جمعنا فيها الزرع فيها إلان فيها الخرطال فيها مسكه حره فيها حبه حلاوه والنافع والقرفه هادوك تيطحنوا في الطاحونه ديال القمح باش نكونوا متفاهمين طاحونه ديال القمح وهنايا كندوز عاد باش كنطحن اللوز والجلجلان و... والكوكاو ها انتم كتشوفوهم معايا كيطحنهم وكيعاودهم مره ثانيه باش كيطلقوا لينا الزيوت ديالهم مزيان باش ما نضيف انا الزيت نهائيا واحد النصيحه خواتاتي ما مت... يعني ما توجدوا هذا الشيء حتى كتعرفوا ان الطحونه ديالكم اللي كطحن لكم هذا القمح ممكن انه يطحن لكم واحد الكميه قليله لان الاغلبيه كيبغي يطحن عشرة كيلو انتم سولوا الطحونه اللي كتعاملوا معاها هنا جبت الطحين ديالي اللي هو القمح بعد ما تطحن ها كيف كتشوفوا معايا فيه الخرطل فيه واحد الريحه ما ليكم لكم البنات كتزاد عليه القرفه نسكه حره نافع حبه حلاوه واحد الريحه ما شهيتكم فيها وهذا الشيء كله صحي يعني نحتاجه واحد المعلقه من هاد هاد التقاوت هادي باش كتعطينا شويه الطاقه بعد ما كنجيب هاد الدقيق اللي تطحن في الطاحونه غادي نغربلوه في واحد الغربال اللي كيكون رقيق كي شفتوا معايا القمح كان مقلي يعني بالقشور ديالو كنغربلوه في واحد الغربال اللي رقيق مزيان وصدقوني كتجي رطبه معلكه يعني ما تقولوش ان الزميته حرشه نهائيا حيت بزاف الاخوات كيتخوفوا الا تبعتو بطبيعه الحال المراحل شوفوا معايا اش كنحيد منها يعني هذا صافي كنحيدو القشره اللي كتكون ديك كيف كنقولوا كيتطحن منيه كتبقى لينا غير واحد شي شويكوك ها معايا شوفوا معايا كيفاش رطبه وكنحاول نوصل لكم كل فكره يعني اي سؤال ممكن يتطرح عليكم كنحاول نكون جاوبت فيه في الفيديو وبالنسبه للوز الجلجله الكاوكاو راكم عرفتوا دابا كاينين دوك الالات اللي كيطحنوا لينا كنتفاداو اننا نطحنوهم في يعني في الدار في البيت كيبقى لينا النافع حبه حلاوه انا كنفضل نطحنهم في البيت وكل حاجه من هاد المكونات يعني خليت شويه ديال الزنجلان خليت شويه ديال اللوز اللوز بطبيعه الحال اللي قليته في الزيت بارده وهرمشته هنا بعد ما طحنا او عفوا بعد ما غربلت الدقيق او النواشف غادي نضيف عليهم دابا اللوز مطحون الزنجلان مطحون ومعلق والكاوكاو اللي بالقشره ديالو كيكون محمر كنحيد منه شويه ديال القشور صافي وكنسفو عاد كنديو حتى هو يعني عندي مكونات اللي هما تحمروا في الفران وعندي مكونات اللي تحمروا في الطنجره ديال الضغط هنايا غادي نضيف عندي هنايا الزنجلان خليت واحد زليفه وهذا هو المكون اللي غادي نحلي به انايا الزميطه ديالي اولا التقاوت اللي هو يا التمر التمر بودره بودره التمر هذا داك التمر الابيض أو اولا كيكون اللون ديالو صفر كيكون قاسح كاينين كي تعاونيات اللي كيوجدوه دابا كيكون كي متوفر دابا هذا في الاسواق بودره ديال التمر هو باش غادي نحلي هاد الزميته ديالي وممكن انكم تنشفوه اولا تدخلوه الفران حتى كيبس كي كتحيدوا له العظم وكطحنوه المهم تاكدوا منه بانه يابس يعني انا حليت هاد التقاوت هادو بودره التمر ودابا كنبدا نزيد واحد المعلقه ديال النافع معلقه ديال القرفه معلقه ديال حبه حلاوه ومعلقه ديال النافع البستاني يعني واحد الزميته اللي كتجي لذيده كتعرفوا ان شوفوا معايا كيفاش هذا الشيء كيكون كي معلك وطالق ليدام ديالو ما غاديش نحتاجو كميه كبيره ديال الدهون دابا كتعرفوا هذا الشيء خاصنا نحنيو على الكابينه ونعركوه مزيان يعني ما غاديش نتحكم فيه بهذه الطريقه هذه غادي نقلبوا في واحد البانيو باش نبقى نمعك فيه مزيان الأخوات اللي بغاو بديل ديال التمر ممكن يديروا السكر رطب بطبيعه الحال السكر كلاصي غير هويا حتى هاد المكون الا توفر لكم ما تردوش انكم توظفوه ضفت واحد الكاس ديال زيت البلديه واللي بغات عسيله كبديل ممكن غير هو العسل راه كينشف ردوا البال شوفوا معايا كنبقى نعرك نعرك في واحد البانيو حتى كنحصل على هاد النتيجه هادي كيبغي شويه ديال الخدمه ولكن ما فيها باس انكم غادي تحصلوا على واحد زميتة لي معلكه ضيفوا القياس ديالكم ديال زيت البلديه بطبيعه الحال تكون حلوه واللي بغات تجمعها بالزبده ممكن كيبقى لكم الاختيار هذه هي زميتة ديالي او لا تقاوت او لا زفوف. صدقوني كتجي رائعه لذيذه من السما بدوك المنسمات اللي هما زوينين وطبيعيين وغنيه بالمكسرات وكلهم صحيين ما كانش فيها الدقيق الرطب نهائيا ما كانش فيها السكر نهائيا يعني الا خديت واحد المعلقه كافيه انها تعطيكم الطاقه اللي كنكونوا محتاجينها البعد يوم ديال الصيام الله يتقبل منا ومنكم والله يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم ما تنساونيش اخواتي من تشجيعات ديالكم اي اخت استفدت معايا في هذا الفيديو وصلت معايا حتى هاد هاد الحفيره هذه اللي وريتكم ما تنسانيش من تشجيعات ديالها صدقوني هاد الزميته كتجي معلك خليت لكم الراحه والهنا في امان الله